قامت مستشفى محلية بإطلاق حملة للتبرع بالدم، حيث أنهم قد جمعوا 80.5 لتر من الدم من المتبرعين. كانت تأمل المستشفى بأن تجمع 8 جالونات من الدم في هذه الحملة. فهل حققوا الهدف؟ بكم كان المقدار أعلى أو أقل من الهدف الذي كانت ترغب المستشفى أن تجمعه؟ في الحقيقة لقد تم جمع 80.5 لتر. نحن بحاجة لأن نجد كم جالون يساوي، ومن ثم نقول حسنا هل هذا سيكون أكثر أو أقل من 8 جالون؟ إذا نبدأ بثمانون نصف لتر، 80.5 لتر، 80 بايتس، وبإمكاننا أن نأخذها خطوة بخطوة. ربما أنك تعرف أو لا تعرف كم نصف لتر موجود في كل جالون، لذا دعونا نذهب مباشرة إلى ربع الجالون. من ربع الجالون يمكننا أن ننتقل إلى الجالون، لكن إذا كنتم تعلمون مما سبق كم نصف لتر موجود في كل جالون، فيمكنكم الانتقال إلى هنا. لذا دعونا نحول هذه إلى أرباع جالون. لدينا 80.5 لتر، إذا ماذا سنضرب أو نقسم حتى نحصل على 4 جالون؟ حسنا، طريقة التفكير بهذا هي أننا ننتقل من وحدة صغرى وهي نصف لتر إلى وحدة أكبر، إذن سوف نحصل على أقل من هذه الوحدة الأكبر، لذا سوف نقسم. هذا العدد سيصبح أصغر عندما يتحول إلى 4 جالون، وسوف يكون أصغر بالعامل لـ2، لأن لدينا نصف لتر لكل ربع جالون. لن نضرب بـ2، لن نحصل على المزيد من الأرباع، سوف نقسم على 2، لذا يمكنك أن تقول ضرب النصف، هذا يعادل القسمة على 2، وسوف نتأكد من أن الوحدات ستنجح. لدينا ربع جالون، واحدة لكل نصف لتر، كوارت لكل بايت، أو يمكنك أن تعتبر هذا أنه نصف لتر لكل ربع جالون، أو نصف ربع جالون لكل نصف لتر. بأي طريقة ستنجح هذه الوحدات، ونأخذ 80 ونقسمها على 2، أو نضرب بنصف ونحصل على 40 ربع جالون، 40 كوارت. وأريد أن أتأكد من أنكم قد فعلتم هذا بكلا الطريقتين ذهنيا، لأنه عندما نفعل هذا بلا أوراق ولا وحدات موجودة أمامنا، فيجب عليك أن تفكر فقط 80.5 لتر، يوجد نصف لتر لكل ربع جالون، سوف أحصل على العديد من 4 الجالون، سأحصل على 40 ربع جالون. لكن عندما تتعقد المسائل أكثر، فإنه يكون من الجيد أن نتأكد من الوحدات قد حذفت بهذه الطريقة. بما أنك تعلم حسنا أن ربع جالون واحد يساوي نصف لتر، نصف لتر في المقام، نصف لتر في البسط، يتم حذفهما ويتبقى لدي ربع جالون، وثمانون ضرب النصف يساوي 40. إذن لدينا 40 ربع جالون الآن، والآن يمكننا أن نحوله إلى جالون. نحن نعلم أنه يوجد 4 أرباع جالون في كل جالون، أو أن 1 جالون يحتوي على 4 أرباع جالون. ومرة أخرى سوف ننتقل من وحدة صغرى إلى وحدة كبرى، أي إلى جالون. نحن نعلم أنه يوجد العامل 4. بما أننا ننتقل إلى وحدة أكبر، فيجب أن يقول دماغنا سوف أقسم على 4، سوف أحصل على عامل أقل بمقدار 4 جالون، لأن هذه الوحدة أكبر. وحتى أتأكد من نجاح الوحدات، عليك أن تتذكر حسنا لدينا ربع جالون في الأعلى هنا، أي في البسط، أريد ربع جالون هنا في الأسفل، أي في المقام، ونهتم لأمر تحويل إلى الجالون. وجالون يعادل 4 أرباع جالون، وهذا سينجح، سيتم حذف الجالون. ولاحظوا سنقسم على 4 أيضا، أربعون ضرب ربع يعادل 40 تقسيم 4، وهذا منطقي، إننا ننتقل إلى وحدة أكبر. إذن 40 ضرب ربع يساوي 10، والوحدات المتبقية هي الجالون.
إذن 80.5 لتر من الدم التي قامت المستشفى بجمعها تساوي 10 جالونات، وكان الهدف هو جمع 8 جالونات فقط، 8 جالون فقط. إذن هل تم تحقيق الهدف؟ نعم، لقد حققوا الهدف. كم كان المقدار الذي أعلى أو أقل من ما جمعته المستشفى؟ حسنا، كان هدفهم أن يجمعوا 8 وقد جمعوا 10. لقد تم جمع جالونين زائدين عن الهدف. لقد تم جمع جالونين زائدين عن الهدف.